سأقوم بإدارة هذا المؤتمر الصحفي. معالي الوزير تفضل. شكرا لك جون. سأتحدث باختضاب ثم أحيل الكلمة إلى الجنرال لإعطاء تحديث عملياتي. دعوني أبدأ بالقول أننا نظل مركزين بالأساس الآن على المطار حامد كرزاي الدولي في كابول، ونحن نبذل كل ما نستطيع لمواصلة إجلاء الأمريكيين والحلفاء من الأفغان الذين عملوا إلى جانبنا، وكذلك أفغان شجعان آخرون. وأولي الأهمية لثلاثة مسائل أساسية: أولا سلامة وأمن موظفينا وكلائك الذين نحاول إجلاءهم. كما سيقول الجيرال، فإن العناصر الأخيرة للقوات العسكرية تواصل القدوم إلى كابول. لدينا 4500 جندي هناك، هم يحاولون الدفاع عن أنفسهم وعن ما يقومون به. لم يكن هناك أي عمليات عدائية من جانب طالبان، وخطوط الاتصال مع قادة طالبان تظل مفتوحة كما ينبغي لها أن تكون عليه. أما التركيز الثاني هو الحفاظ على الأمن في المطار ذاته. بالتشاور مع قوات الحلفاء، قوتنا أقامت نقاط دفاعية حول المطار، والمطار يعمل بطريقة سليمة. نحن لا نأخذ الأمر على أنه من المسلمات، ونحن على اتصال متواصل مع جنرال ماكنزي والقادة على الأرض يكون لديهم ما يحتاجونه لتأمين المطار. مجال تركيزي الثالث هي السرعة والوتيرة، زيادة تدفق الرحلات والأشخاص من كابول. لقد نقلنا عدة آلاف منذ 15 من أغسطس، ونرمي لزيادة قدرتنا كل يوم في المستقبل. وبينما نبني هذه القدرات، فنحن نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية التي تقود جهد الحكومة لإبلاغ ومعالجة المواطنين الأمريكيين المغادرين، ولتحديد بشكل فوري الطلبات الأفغان أيضا. لقد أرسلنا فرق إلى المطار لتقييم ومعالجة الأفراد الذين يرغبون في الدخول إلى المطار، ونتوقع أن نستطيع أن نزيد هذه القدرات في الأيام القادمة. هذا جهد جماعي بين الوكالات المختلفة، والجنود الأمريكيون يبذلون جهود استثنائية في ظروف مليئة بالتحديات، وهم يظهرون إنسانيتهم وتعاطفهم أيضا. إذن أود أن أشكرهم على مهاراتهم وعلى حرفيتهم. وبينما ننجز هذه المهمة المهمة للغاية، نواصل أيضا مساعدة مواطنينا للتعامل مع زيادة في حالات الإصابة بالفيروس، وفي هايتي التعامل مع تبعات الزلزال. دعوني أشكر أيضا الجنرال ماكنزي وقائد القوات الأمريكية فورد، والجنرال دورن القائد الفرقة المجوقلة الثانية، وكذلك الجنرال سوليفان على جهودهم في هذه الأوقات الحرجة. هذا يحدث فارقا كبيرا، وهم يدركون مثلي أن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، وكل ذلك هو أمر خاص يخصني شخصيا. إن هذه حرب قدتها وقدت فيها أيضا، أعرف البلد والشعب وأولئك الذين سقطوا إلى جانبي أيضا. وكما قلت، لدينا التزام أخلاقي لمساعدة أولئك الذين ساعدونا، وأحس بالحاجة الملحة بشكل عميق. إذن أود أن أختم بكلمة للقوات وجنودنا. أدرك أن هذه أيام صعبة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في أفغانستان، وأولئك الذين لا تزال عليهم جروح الحرب، وخاصة في هذه الأوقات نحن نحزن لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم في أفغانستان. أقول لأسرهم وأحباءهم، نحن معكم. والجيش الأمريكي يقف كجيش موحد لتكريم أولئك الذين فقدناهم.
قدام الحرب أفغانستان من بينه، ونسمع آراء كثيرة بشأن هذه القضية، ربما هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. ما يهم هو أن كل واحد منا سوف يعالج الأمر بطريقته، ونحتاج أن نحترم ذلك ونمنح بعضنا البعض الوقت والمجال لإنجاز هذا العمل. إن ميزتنا الأساسية كأمة هو أولئك الرجال والنساء الذين تطوعوا لتأميننا وتأمين أسرنا. نحن نثني على خدماتكم ونتفهم تضحياتكم التي لن ننساها. والآن أحيل الكلمة إلى الجنرال ميلي الذي سوف يعطينا تحديثا على صعيد العمليات. مساء الخير وشكرا معالي الوزير. ما نرغب القيام به وأعطيكم تحديث حتى هذا اليوم وما سنقوم به لاحقا. في الوقت الراهن الجيش الأمريكي يركز على مهمة محددة للقيام بعمليات الإجلاء من أفغانستان، ويرجح أن يكون هذا أكبر عملية تقوم بها الولايات المتحدة. مهمتها الأساسية هي إقامة والحفاظ على الأمن في مطار كابول الدولي، والدفاع عن المطار ضد الهجمات، وإجلاء كافة المواطنين الأمريكيين من أفغانستان الذين يرغبون في مغادرة البلاد، وإجلاء لكل مواطني دول ثالثة وحلفائنا وشركائنا كما حددتها وزارة الخارجية، وإجلاء المضافي وزارة الخارجية أولئك الذين لديهم تأشيرة هجرة خاصة. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ القرار لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في 14 أبريل. منذ ذلك اليوم قمنا بإنجاز تخفض لما يقل عن 1000 مع مهمة محددة لتأمين السفارة الأمريكية ووجودنا الدبلوماسي في أفغانستان. ومنذ ذلك الوقت الوضع الأمني تدهور بسرعة، واليوم فإن الوضع لا يزال أكثر خطورة ومتحرك، وكلنا يجب أن نشعر بالفخر إذا الجنود الذين ينفذون هذه المهمة هم الآن معرضون للخطر، ويجب أن يكون هذا محل تركيزنا. في الوقت الراهن مهمتنا هي تأمين المطار والدفاع عنه وإجلاء كافة أولئك الذين كانوا أوفياء لنا. هناك الكثير من الأمور حول هذه القضية، ولكن الوقت ليس مناسب لذلك. الوقت هو للجنود الذين هم معرضون للخطر، ونحن نركز على إجلاء كافة المواطنين الأمريكيين الراغبين في الخروج من أفغانستان. كلهم هم أولياتنا الأولى، وعلاوة على ذلك محط إجلاء أولئك الذين دعمونا لسنوات لن نتخلى عنهم، وسوف نجلي أكبر عدد ممكن. جنودنا في كابول يخاطرون لإنجاز هذه المهمة كل دقيقة. في الجنود على الأرض يتخذون قرارات صعبة بالكثير من الشجاعة. الوضع الأمني في المطار الآن مستقر، ولكن هناك تهديدات ونحن نراقبها عن كثب، وفي أي لحظة يمكن أن تتجسد، يمكن أن نحددها، وإذا تم ذلك سوف نقوم بعمل عسكري فوري دون تردد ووفقا لقواعد الاشتباك. وحركة طالبان وأي منظمة أخرى يعرفها ذلك البلد، حركة طالبان موجودة داخل كابول وحولها، لكنها لا تتدخل في عملياتنا. عبر وزارة الخارجية يسير طالبان الوصول للمطار للمواطنين الأمريكيين الحاملين لجوازات سفر أمريكية. ولدينا أيضا كما شاهدتم في ذلك اليوم بعض المدنيين الأبرياء الذين يتدفقون إلى المطار، وهذا يمثل خطر أمني للطائرات والأطقم ولهم أيضا. ونحن عدنا الوضع إلى طبيعته في المطار، وهناك الكثير من المخاطر، وقواتنا تتعاون مع كل يوم في هذه البيئة المتقلبة التي تتغير بسرعة. دعوني أعقب عن الاستخبارات، لأنني شاهدت الكثير من التقارير بشأن انهيار سريع.
لقد قلت من قبل من هذا المنبر وأمام الكونغرس أيضا بأن الاستخبارات أكدت سيناريوهات متعددة، من بينها سيطرة طالبان بعد انهيار سريع لقوات الأمن الأفغانية وكذلك الحكومة الأفغانية. هناك سيناريو آخر بشأن حرب أهلية، وسيناريو ثالث هو تسوية يتفاوض عليها. ولكن الإطار الزمني لتدهور سريع كان يتوقع أو يتراوح بين أسابيع وشهور وحتى سنوات في أعقاب انسحابنا. لم يكن هناك شيء شهدته أنا أو شهده غيري يشير إلى انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يوما. القيادة المركزية قدمت سلسلة من الخطط تم الموافقة عليها من طرف هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع والرئيس، وهذه الخطط كانت منسقة ومتسقة وتم تكرارها للتعامل مع هذه السيناريوهات المتعددة، ومن بينها ما ننفذه في الوقت الراهن. وكما قلت سلفا، هناك الكثير من الوقت لتعلم الدروس والخوض في هذه الأسئلة بالكثير من التفاصيل، لكن الوقت ليس مناسب لذلك. علينا الآن أن نركز على هذه المهمة لأن هناك جنود يواجهون مخاطر، ولدينا مواطنون أمريكيون وأفغان دعمونا لعشرين عاما وهم يواجهون المخاطر. سنعمل على إجلادهم، ونحن في الزي العسكري لدينا التزام كبير بشأن هذه المهمة. بالنسبة للوضع الأمني كما قلت هو مستقر، ومنذ 12 من أغسطس قمنا بنشر 12 فيلق من الحرس الوطني لمينيسوتا، وثلاثة منهم تم نشرهم في القيادة المركزية في إطار التخطيط لحالة الطوارئ. وعلى ذلك قمنا بنشر الفرقة 82 المجوقلة، وهذا يمثل ثلاثة فيلق للقوات البرية. وأخيرا هناك أيضا قوات برية تؤمن السفارة الأمريكية في كابول، وفضلا عن ذلك نحن نعمل على الأرض بقوات خاصة متعددة، وهذا بالتنسيق مع القوات البرية، ولدينا من أفضل الجنود والمارينز في العالم. وبشكل عام لدينا 20 كتيبة أمريكية على الأرض بحوالي 4500 جندي، وسمح الرئيس كما تعلمون إرسال 6000 جندي، وهناك البحرية الأمريكية وسلاح الجو، ولدينا الكثير من أسراب الطائرات F-16 وAC-31 والB-52 وMQ-9، ولدينا عدد كبير من الطائرات على الأرض بما في ذلك طائرات هجومية وطائرات هليكوبتر. ونعمل أيضا مع حلفائنا وشركاء، لدينا أيضا القوات البريطانية على الأرض تتعاون معنا أيضا، وهناك أيضا قوات أمن تركية وكذلك قوات خاصة دولية أخرى. هذه القوات قادرة على إجلاء عدد كبير على متن الطائرات الأمريكية العسكرية، ونحن قمنا ب20 رحلة طائرات 6-17 كل 24 ساعة. يمكن أن نزيد هذه العدد كلما أتاحت وزارة الدفاع أشخاص جاهزين للإجلاء. وعلوتنا على الطائرات العسكرية، هناك أيضا طائرات تجارية وطائرات يتم استئجارها لإجلاء الأشخاص من أفغانستان. الجهة العسكرية في المطار مفتوحة، كذلك القسم المخصص للطائرات التجارية، ونعمل على بقاء الأمر كذلك. تحذير بالنسبة للجانب المدني، وطالما أن هناك تركيز على الرؤية البصرية فهناك اعتبارات أمنية لذلك. هناك عملية تم لزيادة إجلاء الأشخاص، ونحن نساعد وزارة الخارجية أيضا.
جيدا في هذه المهمة. البيئة متحركة، هناك تحديات غير متوقعة سوف تستمر، ونحن نعول كثير على مهارة وتدريب قواتنا. لدينا جنود قادرين ينجزون هذه المهمة، وإلى جانب ذلك نحن نقوم أيضا بعمليات مساعدة إنسانية في هايتي في عقب زلزال بلغت شدته 7.2 درجة على سلم مختر. وعلى الساحل الغربي نكافح الحرائق أيضا، ونقوم بعملية أخرى في العالم. وعندما نفكر في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، فكل جندي وعنصر في المارينز أو في خفر السواحل يقومون بعمليات في أفغانستان وغيرها، عددهم 800,000 أكثر من 20 عاما منعنا هجمات على الولايات المتحدة الأمريكية. 2,448 فقدوا أرواحهم، و 20,722 جرحوا أثناء العمليات، والكثيرون عانوا صدمات الحرب. ولكل واحد من هؤلاء أود منكم أن تعلموا شخصيا بأن خدماتكم مهمة بالنسبة له، وكما قال وزير الدفاع له ولي الأمر شخصي، وأدرك أيضا أن هذا أمر شخصي لكل واحد منكم. شكرا لكم. هل من أسئلة؟ باب تفضل. شكرا جون. لدي سؤال للوزير وللجنرال. أشرت معالي الوزير للطبيعة الملحة لعملية الإجلاء، لقد وصلت اتفاق لسماح يقضي بسماح طالبان لمرور المواطنين وغيرهم، وهناك أفغان معرضون للخطر وقد نصحوا بالذهاب إلى المطار، قد لا يتمكنون من ذلك بسبب نقاط تفتيش طالبان. هل لكم أن تفكروا في طرق أخرى لإجلاء أو إيصال هؤلاء إلى المطار؟ كان يتم مرافقة هؤلاء للوصول إلى المطار. هل لي أن أطرح سؤال على الجنرال ميل أيضا؟ في ظل الانهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية، هناك كميات هائلة من المعدات العسكرية تم التنازل عنها وتم السيطرة عليها من طرف طالبان، هل تفكرون أو تنظرون في سبل لتدمير هذه المعدات العسكرية؟ شكرا باب. فيما يخص فيما إذا كنا نرغب في نشر قوات خارج المطار لاصطحاب المواطنين الأمريكيين أو الأفغان الذين لديهم تأشيرة هجرة خاصة، فالقوات التي هي موجودة هناك تركز على تأمين المطار، وتعلم ما يحدث لو فقدنا القدرة على تأمين المطار. وبالتالي أنا لا أريد أن أحيد عن هذه المهمة، نركز على تأمين المطار، وكما قال الجنرال الدفاع عن